في سنة 1950، وعندما توالت الضغوط على محمد الخامس من أجل إقالة حكومة عبد الله إبراهيم التي كانت حكومة شعبية بامتياز، والتي حاولت تحرير الاقتصاد المغربي من السيطرة الفرنسية، فصل الريال المغربي عن الفرنك الفرنسي، وتحرير المجال الأمني من البوليس الفرنسي بعد قرار إجلاء عناصر البوليس الفرنسي والمطالبة بإجلاء عساكر فرنسا من الأراضي المغربية حتى لا يتحول المغرب إلى قواعد عسكرية لضرب الجزائر. خلال مدة وجيزة استطاعت هذه الحكومة أن تجعل فرنسا مدينة للمغرب ب50 مليار فرنك، ووفرت للمغرب 120 مليون دولار من العملة الصعبة. وفي ظل استفراد القوة الثالثة أزيال الاستعمار بالحسن الثاني ولي العهد، ووضعه في مواجهة عبد الله إبراهيم وحكومته وحزبه الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ولأن محمد الخامس رفض طلبات رضا قديرة ورشيد ملين وأبا حنيني وقد كان وزيرا للعدل، فإن هذا الأخير اقترح على الحسن الثاني ولي العهد بأن يفعل ما كان يفعله أجداده في مثل هذه المناسبة، قال له انبطح أمام الملك وقبل رجليه طالبا إقالة الحكومة ويستجيب وفقا للتقاليد. قيل إن ذلك هو ما حدث بالفعل، حيث تمت إقالة الحكومة بعد أيام من هذه الحادثة وتعيين حكومة جديدة ترأسها محمد الخامس بنفسه وأناب عنه ولي عهده، وشغل فيها رضا قديرة وزارة الداخلية والفلاحة وقطاعات أخرى. ولما طلب محمد الخامس من عبد الله إبراهيم الاستقالة سأله الأخير هل فعلت شيئا سيئا؟ جابه محمد الخامس لم تفعل أي شيء سيء، لكن يجب أن تستقيل. هذه القصة تكاد تكون مشهورة لدى معاصريها، لكنها شبه مجهولة للجيل الحاضر، وقد وردت في بعض الكتب الذين أرخوا لتلك الحقبة أمثال المقاول الغالي العراقي ومحمد عابد الجابري في غمار السياسة، كما وردت في شهادات العديد من رموز تلك الفترة. إن هذه الواقعة التي حدثت منذ أكثر من نصف قرن تفسر كيف مورست السياسة في المغرب ما بعد الاستقلال ووفق أي تقاليد وأعراف. هذه الواقعة تبين من قتل السياسة في الله، ومن ضيع الفرص السياسية، ومن جعل الناس لا يبالون بالتصويت، ومن جعلنا متخلفين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.